الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. سنقوم في هذا الدرس بالتعرف على الكات ريك، نظام الكات لربط المودلز أو التصاميم الأجسام المصممة باستخدام 3DS Max. في البداية ننطلق إلى لإحضار الكات إلى قائمة create، ومن ثم نختار helpers، وبعد ذلك نضغط على هذه القائمة التي تظهر أمامنا ونختار منها cat objects. عند اختيار cat objects ستظهر هذه العناصر الثلاثة. نقوم بالضغط على cat parent وسترون هذه الخيارات تظهر أمامكم. نريد أن نغلق هذا أو نصغره كاتريك باراميترز. نذهب إلى كاتريك لود سيف، فنجد هذه القائمة التي تحتوي على هياكل لمجموعة كبيرة من العناصر التي يمكن أن نستخدمها ونحركها في برنامج 3DS Max. فيمكن مثلا الضغط على Alien أو اختيار أي ريج آخر، مثلا أنجل. ذهب إلى حتى البايبت المعروف، تعرف عليه سابقا، أيضا موجود له جسم في الكات. لدينا أيضا بيس هيومن، لدينا كم كبير من العناصر. قمت بتقليل ريزوليوشن الشاشة حتى تظهر الخيارات بشكل أكبر. كراب، أيضا هناك عناصر كونو، ثور أو الجاموس، هياكل كثيرة حيوانات أو أشخاص وبكافة الأشكال والأنواع، والتي يمكن الاستفادة فيها منها في عمليات التحريك. فنجد أن هناك عدد كبير من العناصر. عملية الإنشاء لهذه العناصر الجاهزة في البداية عملية الضغط والسحب، وهي عملية بسيطة ولكن يتبعها مجموعة من المراحل من أجل تركيب الهيكل على العنصر أو على الشكل الذي نريده. دعونا في البداية نقوم بتحريك هذه العناصر بشكل سريع أو أي منها. مثلا نختار هذا الجسم. في كل جسم من هذه الأجسام يوجد هذا المثلث الذي يستخدم للتحكم بالرج بشكل كامل أو بالجسم بشكل كامل. فمثلا نضغط على هذا الجاموس المثلث الخاص به، يمكننا إزاحته إلى أي مكان نريده. نذهب إلى قائمة موشن أو تحريك، ثم نرى هنا هذا الزر الذي يستخدم كسيتاب أو أنيميشن مود. حاليا هو مستخدم كإيقاف للموقع، يعني الحركة لا يوجد حركة، ولكن نحن في الوضع الخاص بالتعديل على الجسم. في حالة الضغط عليه يتحول إلى أخضر وننتقل إلى مرحلة الحركة أو التحريك. في البداية نذهب إلى هذه الطبقات أو Layers Absolute و Local و World Layer، ونذهب إلى آخر طبقة واسمها Cat Layer. نلاحظ وجود إنشاء طبقة جديدة في هذا المكان. نقوم الآن بالذهاب إلى هذا الزر باللون الأحمر، نضغط عليه، نلاحظ حركة بسيطة للشكل. في حال ذهبنا إلى بلاي وقمنا بالتشغيل، نلاحظ أنه تم تطبيق حركة المشي على الجسم الذي اخترنا. نقوم بتكرار هذه العملية لشيء أو جسم آخر، مثلا هذا الشكل. نضغط على المثلث الخاص به، نقوم بالذهاب إلى قائمة موشن ثم كات لاير، وبعد ذلك نذهب إلى
هذا الزر Setup Animation Mode Toggle، نضغط عليه حتى يصبح باللون الأخضر، ومن ثم نضغط على Play، نلاحظ الحركة أيضا أنشئت لهذا الجسم. انتظرونا في الدرس القادم، حيث سنقوم بتركيب هيكل على جسم ومن ثم تحريكه.